مرة جديدة بدي رحب فيكم ببرنامج مدرستي. نحن هلأ بحصة الرياضيات أو علم الحساب. أنا شمس بعلمكم إياها، وصرنا نعرف كتير إشياء حلوة، وبعد في إشياء كمان ناطرتنا حتى نتعلمها ونعرفها سوا. بالبداية رح نستمع لأغنية الأرقام حتى نبلش حلقتنا. من بعد ما نسمع هالأغنية أكيد رح يكون عنا إشياء جديدة نتعلمها، أو يمكن إشياء نتذكرها مع بعض، فخليكن جاهزين ومركزين معي حتى نكمل حصتنا. جدي لديه مزرعة فيها هو يعمل، ولديه حيوانات يعدها كل يوم، واحد حمار ينهق، اثنان بطاتان، ثلاثة خراف ترعى ما ما ما، أربعة أرانب تقفز، خمسة جداء تجري، والعشرة هم عصافير يطيرون في الأجواء، ودوما يزقزقون سويو سويو سويو. My grandfather has a farm and he has animals. He works and counts them. Let us count with him. رح نعمل مراجعة بسيطة للأشياء يلي صرنا درسينا بأسلوب الجمع. تعلمنا كيف نجمع الأرقام مع بعضهم تيصير عنا رقم نهائي منسميه المجموع. مثلا إذا كان عنا 2 واحد 2 وزدنا عليهم 2، قديش بيطلع عنا المجموع؟ 2 زائد 2 يساوي 1 2 3 4، 2 زائد 2 يساوي 4. عظيم. كمان تعلمنا اشياء كتير ان شاء الله انتو تكونوا تمرنتوا عليها وكتبتوها عندكن حتى ما تنسوها، وهلأ رح اذكركن فيها. كمان جربوا انه تتفاعلوا معي وتتجاوبوا وتكونوا مركزين. قبل ما بلش اكتب على اللوح رح اذكركن بالطابات الملونين اللي عندي ياهن شو تعلمنا. رح عد 5 طابات، 1 2 3 4 5، صار عندي هون 5 طابات. إذا أنا شلت 2 حطيتهم على جنب وبدي جيب 5 على جنب، قديش بضل عندي تجيبهم لهون؟ 2 من الخمسة شلتن على جنب بضل بدي 1 2 3، فإذا 2 زائد 3 بيعطيني 5، 1 2 3 4 5. هلأ رح شيل طابة ورح خلي عندي 4، بدي جيب طابة واحدة صفرة حطها بإيدي. إذا أنا بدي جيب 4 لعندي، جبت طابة واحدة، قديش لازم زيد عليها تيصيروا 4؟ 1 2 3، مظبوط. فإذا 1 زائد 3 يساوي 4،
واحد اثنان ثلاثة أربعة. One plus three equals four. One, two, three, four. وآخر واحدة رح أعملها بالطابات، رح أحط بس طابتين. رح أخذ طابة لعندي، قديش بيضل فيه، قديش بيضل بدي حتى يصيروا طابتين بإيدي؟ طابة أخرى، يعني واحد زائد واحد يساوي اثنان. One plus one equals two. One, two. خلينا هلأ نكمل التمارين على اللوح. رح أسألكم بعض الأسئلة والحذازير يلي بتصير بحياتنا. مثلا إذا عم بتشتت دني ونحن خمس أشخاص، كم شمسية بدنا؟ كل واحد بده يحمل شمسية، كم شمسية نحن عايزين؟ خمسة. بس للأسف نحن عنا ثلاثة، عنا شمسية اثنين ثلاثة. بعد فيه هون في شخص، اثنين ثلاثة أربعة خمسة. عندي أنا واحد اثنين ثلاثة، عندي أنا ثلاثة زائد قديش بعد بدي تيصيروا خمس شمسيات لكل شخص حدا؟ قديش لازم حط هون علامة استفهام، علامة سؤال، قديش لازم حط هون تيصير عندي خمسة؟ خلينا نعد، ثلاثة أربعة خمسة، مزبوط؟ ثلاثة بحطها براسي، أربعة خمسة، فإذا أنا بحاجة لشمسيتين. خلينا نشوف إذا مزبوط، كم شخص بعد ما عندهم؟ هن خمسة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، five people. عنا ثلاث شمسيات، one two three، ثلاثة، ثلاث شمسيات، three umbrellas. بعد بدنا واحد اثنين، صحيح. فإذا أنا هون لازم حط رقم اثنين، ورح حطه بلون تاني، رح محي علامة السؤال لنحط محلها رقم اثنين. إذا نحن خمس أشخاص عم تشتت الدنيا علينا، عم ينزل المطر علينا، بحاجة لشمسية كل واحد، وعنا بس ثلاثة، يعني بعد في شخصين ما عندهم. ثلاثة زائد اثنان three plus two equals five. ثلاثة زائد اثنان يساوي خمسة. ثلاثة زائد اثنان يساوي خمسة. طب احنا منيح؟ كمان في عنا مشكلة تانية بدكم انتو تساعدونا فيها. نحنا أربع أشخاص بدنا نتناول الفطور، أنا وإختي وخي الصغير وخي الكبير، والماما عم تعملنا فطيرة، عملت بس وحدة. خلينا نرسم الأشخاص، أنا وإختي وخي الصغير وخي الكبير، بدنا ناكل، كل واحد عنده لازم يكون عنده فطيرة، بس الماما عملت وحدة، فطيرة واحدة فقط. كم فطيرة بعد بدي ليصيروا أربعة، لحتى كلنا أربع أشخاص ناكل؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة.
1, 2, 3, 4 people and I have one sandwich. كم فطيرة بعد بدي حتى ناكل كلنا؟ يعني لازم يكون عندي 4، ما هيك؟ لازم الرقم يكون يساوي 4 وأنا عندي 1 فطيرة واحدة زائد قديش تيصيروا 4؟ فطيرة واحدة بدي زيد عليها، فإذا 1 خلينا نشوف 2, 3, 4 كم فطيرة لازم ضيف؟ 3، فإذا بعد ناقصني 3 فطائر. فطيرة واحدة الماما بعدها عم تعمل ولازم تعمل 3 فطائر. فطيرة بعد بدي 1, 2, 3 ومحل علامة السؤال علامة الاستفهام بنحط هون 3. 1 زائد 3 يساوي قديش؟ 1, 2, 3, 4 يساوي 4. عظيم، فإذا صرنا نعرف هلأ نحسبهم. إذا شي مرة كان نقصنا بعد عدد صرنا نعرف كيف بدنا نحسبهم. عنا فطيرة واحدة، واحدة في حطة براسي بقول 2, 3, 4 فإذا بعد ناقصني 3 فطائر لحتى كلنا أنا وإخواتي نقدر إنه ناكل. بالعربي نبلش من الجهة اليمنى، 1 زائد 3 يساوي 4. 1 plus 3 equals 4. 1 زائد 3 يساوي 4. فإذا ننتبه كتير منيح، كان ناقصنا 3 فطائر 3 sandwiches حتى يصيروا 4، لأنه نحن 4 persons 4. We have 1 sandwich plus 3 sandwiches equals 4 sandwiches. كمان رح تابع معكم ورح نكمل، بدكم تساعدوني لأنه بدي اشتري تفاحة ثمنها 5 دنانير مثلا بالعراق، 5 ليرات بسوريا، بس أنا معي بس 2 دينار أو 2 ليرات. لازم المجموع يكون 5، لازم المجموع يكون 5 بس أنا معي 2، لازم يكونوا 5 ليرات أو دنانير، أنا معي 2 ليرات أو 2 دينار. لازم زيد زائد قديش علامة استفهام تيصير عندي 5 دنانير أو 5 ليرات. 2 زائد كم تيصير عندي 5 دنانير أو ليرات. خليني أحسبهم. 2 بحطها براسي وبعد على أصابيع بكمل 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5 قديش بعد بدي؟ بدي 3، صح 3. فإذا 2 زائد 3 رح حطها بلون آخر ورح شيل علامة الاستفهام. 2 plus 3 equals 5 رح اكتبها بالعربي. 2 حطيتها براسي وزدت عليها 2, 3, 4, 5 تيكون المجموع عندي 5.
لازم زيد 1 2 3. فإذا 2 + 3 = 5. 2 + 3 = 5. وهيك لما ارجع اجيب 3 دنانير او 3 ليرات بقدر اشتري التفاحة يلي ثمنها 5 دنانير او 5 ليرات. تبهنا منيح؟ باللغة الانجليزية بنقول تو، بنحطها براسنا، we put two in our head. تو، we count on our fingers. 2 3 4 5. Again، مرة جديدة. 2 3 4 5. فأنا بحاجة ل 3 دينارز. 3 1 2 3 لحتى أقدر اشتري التفاحة. فإذا هيك بتكونوا تعلمتوا كيف تحلوا العمليات الحسابية البسيطة. فيكن كمان تشتروا، تدفعوا مصاري، وبتعرفوا قديش انتو محتاجين لحتى تشتروا الاشياء البسيطة والاكل يلي انتو بتحبوا تشتروه. واكيد تذكرون دايما، اكتبون، احفظون منيح، ولا تنسون ابدا. رح نتابع اصدقائي هلأ بعض التمارين للمراجعة لحتى نعيد ونكرر الاشياء اللي تعلمناها سوا. رح ارسم اشياء على اللوح وبرع حذركن عنا، وانتو بدكن تكونوا جاهزين ومنتبهين منيح تتقولوا لي شو الاجوبة. هلا انتو بدكن تملأوا الفراغ. عندي هيدا القلب، زائد رح اعمل هون مربع فارغ، انتو بدكن تقولولي بشو بدي عبيه، يساوي 5. فاذا هلا فكروا منيح، قولولي انا عندي قلب 1 زائد، ما منعرف، بدنا نلاقي هون الجواب، بدنا نفكر يعطينا يساوي كم قلب. خلينا نعدهم 1 2 3. رح اعيدهم باللغة الانجليزية. 1 heart + بدنا نحذر هون شو equals how many hearts. Let us count them. 1 2 3. 1 heart + a dish equals 3. فكروا كتير منيح. 1 heart قلب 1. رح كمل عد للثلاثة على أصابيعي. 1 2 3. كررها بالإنجليزي. 1 حطها براسي جوا. 1 2 3. كم قلب بعد ناقصني تيصيروا 3؟ How many hearts do I need؟ 2. مظبوط 2. فإذا أنا هون لازم حط قلبين، رح حطهم بلون مختلف لتعرفوا انه هيدا الجواب تبعنا. اذا عديناه هون 1 2 3 يساوي 1 2 3. 1 2 3 = 1 2 3. فاذا 1 + 2 = 3. 1 + 2 = 3.
1 + 2 = 3. واحد زائد اثنان يساوي 3. انتبهنا؟ كمان مثل آخر. عندي عصفورين. زائد، انتو هلا رح تقولوا لي قديش يساوي 1 2 3 4. 1 2 two birds plus how many equals 4. 1 2 3 4 birds. عصفوران اثنان زائد كم يساوي 4. 1 2 3 4 عصافير. كمان بحط اثنان براسي وبتابع العد على أصابيعي. 2 3 4. 2 3 4. I put 2 in my head, 2, and then I count on my fingers. 2 3 4. 2 3 4. فإذا أنا بعد بدي عصفورين. 2 birds. رح ارسمهم باللون المختلف لحتى نشوف انه هيدا الجواب تبعنا. فاذا 2 + 2 يساوي 4. 2 + 2 = 4. 2 + 2 = 4. بالعربي 2 + 2 يساوي 4. كمان مثل آخر. عندي شجرة واحدة زائد كم شجرة بيعطيني شجرتين. 1 tree + how many trees equals 2 trees. 2. خلينا نحسبه. 1 2. 1 بحطها براسي، 2 بكمل على أصابيعي. 1 in my head and 2 on my finger. So I need 1 3. أنا بحاجة لشجرة واحدة. عظيم، كتير منيح. آخر مثل رح أعطيكم إياه. مين منكم بحب الشوكولا؟ في عندي لوح أو قالب الشوكولا، فينا هلأ رح أرسمه هون. استخدم لون مختلف. وبعدين عندي 1 2 1
3 واحد اثنان ثلاثة زائد يساوي واحد اثنان بعدين ثلاثة أربعة خمسة. ثلاثة واحد اثنين ثلاثة زائد كم يساوي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. 3 1 2 3 3 plus how many chocolate bars equal 5 1 2 3 4 5. خلينا نحسبهم. ثلاثة بحطها براسي، ثلاثة أربعة خمسة، ثلاثة أربعة خمسة. أنا بحاجة ل 2 لوحين شوكولا. خليني أرجع أكررها بالإنجليزي 3 in my head 4 5. I need 2 chocolate bars. فإذا رح أرسم chocolate bars وهيك رح ارجع هلا اكتبهم كمان بالارقام حتى ما تنسون ابدا. فاذا 3 plus 2 equals 5. 3 زائد اثنان يساوي خمسة. ثلاثة زائد اثنان يساوي خمسة. 3 plus 2 equals 5. انتو عملوا يلي بتحبوه، رسموا الاشكال يلي بتحبوها وعبوا الفراغ بالرقم المناسب والعدد المناسب حتى يصير عندكم المجموع الصحيح. انتبهوا كتير منيح. زائد بنسميها بلس رقم 3 plus 2 يساوي بنسميها equals 5 هي sum، خمسة المجموع، المجموع النهائي، الرقم النهائي لما نجمع رقمين بنسميه المجموع sum، the sum. ما تنسوا هالمعلومات وخليكن معي لحتى نتابع حصتنا لليوم. واحد زائد واحد يساوي اثنان، اثنان زائد واحد يساوي ثلاثة، ثلاثة زائد واحد يساوي أربعة، أربعة زائد واحد يساوي خمسة. واحد زائد واحد يساوي اثنان، اثنان زائد واحد يساوي ثلاثة، ثلاثة زائد واحد يساوي أربعة، أربعة زائد واحد يساوي خمسة. واحد زائد أربعة يساوي
5. 2 plus 3 equals 5. طب 10 زائد طب 10 يساوي قد ايه؟ 4. نجمة، كم نجمة لازم زيد ليصير عندي 4؟ ثلاثة. هل هذا 1 زائد 1؟ نعم، 1 زائد 1 يساوي 2. ملعقة واحدة زائد ملعقة واحدة يساوي ملعقتان. 2. هل هذا 1 زائد 1؟ كلا. هلا يا أصحابي خلينا مع بعض نرجع نكرر العمليات الحسابية البسيطة يلي تعلمناها اليوم بحلقتنا وبالحصص السابقة كمان. رح بلش باللغة الإنجليزية. تعلمنا إنه 1 plus 1 equals 2. كمان تعلمنا إنه 1 plus 2 equals 3 2 plus 1 equals كمان 3 1 plus 3 equals 4. المجموع السم is 4. 3 plus 1 equals كمان 4. 2 plus 2 equals 4. ننتقل على الأشياء اللي بنجمعها لتعطينا 5. Sum 5. 1 plus 4 equals 5. 4 plus 1 equals 5. 2 plus 3 equals 5. 3 plus 2 equals 5. رح كررهم كمان مرة بالعربي. انتبهوا كتير منيح. تعلمنا انه 1 زائد 1 يساوي 2. الأرقام اللي مجموعهم 3. 1 زائد 2 يساوي 3. 2 زائد 1 يساوي 3. الأرقام يلي إذا جمعناهن بيعطونا 4. 1 زائد 3 يساوي 4. 3 زائد 1 يساوي 4. 2 زائد 2 يساوي 4. المجموع 5. الأرقام هن 1 زائد 4 يساوي 5. 4 زائد 1 يساوي 5. 2 زائد 3 يساوي 5. 3 زائد 2 يساوي 5. شوي شوي رح تصيروا تحفظون أكثر وتعرفون أكثر، وكل ما تتدربوا وتمرنوا إيدكم بخط حلو على دفتركم تكتبون وتراجعون دايما لحتى تصيروا تتذكرون كل ما صرتوا تعرفون أكثر. هيدا كان درسنا لليوم وهيدا كانت حصتنا، وهلأ صار الوقت حتى ودعكم تأرجع التقي فيكم بحصة جديدة مع درس جديد. باي. هذا هو المربع، انظروا إليه، هذا هو أول جانب والثاني يساويه والثالث يساويه والرابع أيضا.
هذا هو المربع، انظروا إليه، هذا هو أول جانب والثاني يساويه والثالث يساويه والرابع أيضا مثلهم.